أخذت جليل نقب مثلث، أخذت بكل البلاد زيادة حوالي 15%. إخوان كان في 9 مرشحين في كل إسرائيل بثلاث مواقع، طمرة، بير المكسور، الهرتسلية. في كل إسرائيل ما كانش في عدد أكثر من 9 مرشحين، كان الهرتسلية، طمرة، بير المكسور وهرتسلية، هذول 9 مرشحين. زيادة 15% في عدد مرشحين، كان في زيادة بعدد مرشحين للرئاسة 15%، بعدد قوائم، عدد القوائم اللي ترشحت. انا بحكيش لنجحت، انا بحكي لترشحت، قدمت ترشيحها، لانه ما عندناش كل النتائج بعدنا عمليه نجمع. في عندنا 355 كان بال 2008، 395 كان بال 2013، زياده حوالي 11% من عدد، بعدد القوائم اللي قامت بترشيح نفسها للسلطات المحليه. في تنويه شغله يا اخ سليم، القائمه الوهميه حسب القانون مجبر، الرئيس بيقدرش يكون مرشح للرئاسه اللي يكون وراه على الاقل 5 مرشحين حسب القانون، هذا قانون. انا متاسف، انا بديش فوت هذا النقاش، وقت القائمة الوهمية هو عمل التفاف على القانون، وهو عمل غير ديمقراطي. بلوش مصدق من بلوش قانون. لا لا لا، انا اسف، مرشح سابق، انا اسف، انا بقدر بعدين، انا مش حدا مرشح. انا بدي افوت الموضوع، انا بدي احكي، بدي افوت الموضوع لكل الوقت كنت احكي عليه انا بالفترة الأخيرة، حتى في خلال لقاءاتنا مع الجمهور كنا نقول انه مجتمعنا العربي يعاني من شرذمة، يعاني من تقسيم. الشرذمة هاي عمالة تؤدي لتقطب اجتماعي، وخاصة انه تراجع الاحزاب، وهذا اثبتت في الانتخابات المحلية الأخيرة انه في تراجع كبير كبير للاحزاب العربية بجميع مجالاتها. مش بقى كل الاحزاب تراجعت وحلت محلها القوائم العائلية والطائفية والحمائلية، شو بتسموها سموها، هذا واقع. وهذا يؤدي كل التعدد، سبب فرجيكم يعني نتائج أولية اللي بيؤدي بالآخر لعدم استقرار سياسي في بلداننا. وأنا بقول لكم شغلة واحدة، وهون ببلش الإدارة تحت قضية الابتزاز، يعني رئيس السلطة المحلية حتى يقدر يقيم ائتلاف، حتى يقدر يدير البلدية، وجلسات البلدية راح تكون تحت دائما تهديد الابتزاز من قبل أعضاء السلطات المحلية، خاصة إلا كل واحد يعني بأعضاء السلطات المحلية لفايتين على مصلحة عينية ومش مصلحة البلد. أنا بتأمل وبتمنى حقيقة لرؤساء السلطات المحلية ولأعضاء السلطة المحلية يكونوا الحيز العام مش الحيز الخاص اللي بيأشرهم لإدارة سلطتنا المحلية. عدد الأحزاب اللي أعلنت وصرحت بنفسها كانت قليلة جدا، والشيء اللي يترتب بالتقدير حتى التجمع في الناصري لما طرح مرشحة ما طرح باسم التجمع، مع انه من الطبيعي ان تطرح باسم التجمع، بس في كبر كذا مرشح كان ضد التجمع. انا في تقديري اهم استنتاج ثانيا من هذه الانتخابات انه في فرق شاسع كبير بين انتخابات الكنيسة والانتخابات المحلية. في انتخابات الكنيسة العائلات ومراكز القوى الاخرى بتقول الاحزاب روحوا انكم تسووا سووا تشحروا اشتروا زيفوا، احنا مش عارفين. في الانتخابات المحليه هي لعبه تلعبوا حسب القواعد تبعك. للاسف الشديد الاحزاب اذنبت، يعني النموذج اللي طورته الجبهه في منتصف السبعينات انتهى خلص. النموذج بتاع الحزب اللي كان ينجح في انه الجبهه لما جاء يستقطب او يرشح شخصي من عائله كبيره، هذا النموذج أوفى وانتهى. بالمناسبة ربو هاي فرصة نفحص قوة الأحزاب. الأحزاب في الكنيسة عندما تخوض الانتخابات، هي تخوض الانتخابات ثلاث أحزاب لوحدها بدون مراكز القوى الأخرى، يعني بدون الذين لا يخوضون الانتخابات بطبيعة الحال، الحركة الإسلامية وأبناء البلد وآخرون، وبدون العائلات. مع كل هذا بيكونوا بيجيبوا 40% مع كل ما الأحزاب كاملة، وبدنا من لم يخوض الانتخابات على رأس الحركة الإسلامية تتحمل نتيجة الانتخابات بدون استثناء. مسألة مش إنه التجمع فشل والجبهة انهزمت وأبناء البلد تقدمت، مش هيك بتكلم. الأحزاب تركت الساحة ما تجرأتش تفوت في اللعبة لاعتبارات كثيرة. أنا بحكي على الأقل عن الحركة الإسلامية، أعتقد إنه انسحابها من أم الفحم نتيجة هي رأت انه هذا هو المناسب الى ذلك. اعتقد انه بحاجة هي لم تفشل، هي نجحت المشكلة، المشكلة ما جاش حدا، يعني فيش حدا جديد.
اظن انه هذه التجربه اللي قامت فيها الحركه الاسلاميه كشفت انه الساحه عمليا الاحزاب لما بتترك وما عندهاش بديل الساحه عمليا فارغه، ومن هنا تتاح الفرصه لقوى كثير للبطون والافخاذ والعائلات والحمائل المحكوميه، فبالتالي الاحزاب تتحمل مسؤوليه المحل. لا بتخلص ما خلصتش انا بعدك يعني. لا خلصت خلص بس هو انا لا لا انا موافق معك. يعني فكرة واحدة بالنسبة للحديث عن التغيير في الأعضاء والرؤساء ما ظنيتش انه صار تغيير يعني. هاي المرة كانوا يترجوا يتوسلوا إلى ناس يترشحوا قوائم الأعضاء ما حد بده أصلا يعني. اما قوائم الرؤساء فيعني كانت الجماله مرشح طلعت مرشح، كانت فلان المرشح بدل مرشح، ما كان تغيير. وبالتالي المساله الاخيره اللي بحكي فيها صغير جم صغير موضوع النساء. انا بعتقد انه رائع وجيد جدا ان تكون النساء ممثله في السلطات المحليه، لكن الاروع ان تكون المساله متطوره بشكل طبيعي. واحنا كاعدين يعني انه الاحزاب فعلا تطرح نساء مش تيجي جمعيات ليس دقيقا ان يتم تقييم نتائج الانتخابات بناء على وين فازت الجبهه ووين خسرت التجمع او وين قفز التجمع ووين خسرت الجبهه. تقريبا لا علاقه للحزبين او للمصوتين لهذول الحزبين، لعدد كبير من المصوتين لهذول الحزبين بسياسه هذول الحزبين. بمعنى باخذ مثال الجبهه في مكان معين، مثال واقعي اخذت 1900 صوت، قوتها دائما هي 1100. كيف صار 1900؟ اخذت 800 من مرشح الرئاسه اللي دعمته، فهو دعمها ب 800. بالمره القادمه لما يتغير مرشح الرئاسه او بتغير موقعها، هذول ال 800 اللي بتطلبوا محل ثاني ممكن يجي بدالها 600 او 500. نقطة أخرى برأيي أنه الناخب العربي لم ينتخب مرشحيه بناء على أو لم يصوت للرئيس الموجود بناء على ما قام به او لم يقم به. قضيه شخصيه، قضيه طائفيه، قضيه عائليه. بسرعه بطلت مثال على شفا عامر، ليس لذم شفا عامر بس عشان اقول لكم لما العنوان اولا واخيرا يلقى هيمنه الطائفيه والعائليه بشكل اوسع و يعني اكثر حده من قبل. شفا عامر 14 قائمه نزلوا، فاسمحوا لي احكي بهذه اللغه. أربع قوائم إسلامية وتسمي حالها قوائم إسلامية، ثلاث قوائم مسيحية. لما بحكي ثلاث قوائم مسيحية يعني فيش ولا مسلم في القوائم بين الثلاثين، نفس الشيء. ثلاث قوائم درزية، والطائفة الرابعة التي كانت سابقا شوي بالخفاء بعلنا الطائفة البدوية نزلت بثلاث قوائم. اليوم في المفاوضات مع الرئيس المنتخب يجري يعني بيفرزوا بين بدوا يقولوا احنا إلنا خصة، ما دخلناش اعضاء المسلمين إلنا خصة على الحكم المحلي. اولا هي ازمة القيادة بالمستوى القدري وبالمستوى المحلي. ثانيا ازمة طرق التفكير والقدرة على الخروج من الانماط اللي احنا فكرنا فيها في السنوات الماضية. والازمة الثالثة اللي انا بعتقد اخذة في يعني في التصعيد هي ازمة الاخلاق. أنا بفكر إنه في قضية الأخلاق اللي في تردي أخلاقي في القيم عندنا في داخل المجتمع العربي، وهذه القضايا باعتقادي في حاجة للتفكير إنه كيف نتعاطى معها. إحنا طبعاً مش موجودين هون بس لحتى إنه نعرض ونحلل شو النتائج، إنما لحتى نفكر مع بعض كيف ممكن نتغلب على هذه المسائل وكيف ممكن نحدث ديناميكية. أنا اللي بفكر يعني لما في احزاب بتدفع مصاري، لما في مثقفين خيانه اكاديميين مثلا اللي هن بيعتبروا حال الناس بيفهموا متعلمين ودكاتره بيركبوا على عائلات، والاحزاب بتركب على طوائف، فباعتقادي هذه وما الى ذلك. الطبش هي بتضلها مش هي السيمبتوم من هاي، ولكن في باعتقادي تردي اخلاقي كبير طبعا اللي هذا بحاجه الى نعالجه بعده مستويات، مستوى عائلي ومستوى مدرسي ومستوى انه الشيء الثاني. الانتخابات باعتقادي اظهر عدم ارتباط ما بين الاحزاب السياسيه والحركات السياسيه وما بين الجمهور. هذا ينطبق على الكل. انا بفكر انه الحركه الاسلاميه في قرارها عدم الدخول في والمشاركه بالانتخابات كان قرار خاطئ. طبعا ممكن تبريره بانه ممكن دخولها بانه بيزيد الطائفيه وكذا، ممكن فاهم هذا الجانب، ولكن انا باعتقادي انها اخطات وبتترك الساحه.
التجمع طبعا والجبهة باعتقادي كان في يعني في تراجع، ولكن إخوان الإشي مش بس بضل في إطار المجلس المحلي أو البلدي والعمل مع المواطنين داخل البلد، هذه بدها تصير قيادة المجتمع العربي، يعني هاي بدها تصير لجنة رؤساء السلطات المحلية اللي بده ينبثق منها لجنة المتابعة، فبالتالي هذا هو الوجه تبع المجتمع العربي. فباعتقادي إحنا لازم نفكر بكيف الخروج من هذه المسائل. أنا بدي أعطي بس عدة مواضيع باختصار شديد اللي بفكر لازم نفكر فيها لحتى نخرج من هذه المأزق. أولاً في حاجة للتغيير في الحيز العام، في الحيز العام داخل البلاد وداخل المجتمع العربي. القضية الثانية بدور المثقفين كمثقفين فاعلين وناقديين وبأخذوا مسؤولية على العمل. ليه؟ على حيز عام الزلمة المختلفين. القضية الإضافية هي إنه إحنا كمثقفين لازم يكون لنا دور ومقولات اتجاه مؤسسات المجتمع العربي ومش نترك يعني الحابل بالنابل. والنقطة الأخيرة إنه بفكر إنه هذه فرصة لإجراء أبحاث اجتماعية عن مبنى المجتمع العربي، يعني المجتمع العربي عماله بحدث فيه تغييرات كبيرة اللي إحنا غير واعيين لإلها وغير واعيين لكيف التعامل معها. فالتغيير لا يعني بالضرورة حالة ارتقاء أو نمو، لأنه إحنا مجتمع يبدو بعيد عن النمو الطبيعي، وهنا يرتبط أيضا في الأحكام بدنا نحكي في قضية دور المرأة، إما أن يكون نمو طبيعي أو لا يكون. الكوتا هاي حالة استضعاف وأخطر من حالة استضعاف. بروز ثقافة النكاية السياسية لا سيما بين الأحزاب العربية، خاصة بين داحس والغبراء، طبعا مقصود التجمع والجبهة، يعني في مواقع معينة أين يكون الجبهة؟ تكون الجبهة داعمة إكس، لا تكون التجمع. والعكس صحيح طبعا، يعني داحس والغبراء برزت بشكل واضح جدا بين الجبهه والتجمع في معظم المناطق، وان التقوا في بعض المناطق. نعم في بعض هذه حالات وين التقوا كانوا اضطراريا بالمناسبه. تراجع نوعي خطير على المستوى السياسي العام، تراجع تنظيمي وسياسي خطير على المستوى العام بدون الدخول للتفاصيل والحيثيات، هاي الظاهرة العام. وبروز ظاهرة المحلوية، الثقافة المحلوية، لاحظوا حتى الأحزاب السياسية حتى مرشحين الرئاسة والعضوية اللي تغطوا بعباءة الحزب كانت الثقافة السائدة والأدبيات السائدة هي ثقافة محلوية، ثقافة حراتية، مش ثقافة ربط المحلي بالقطري، القطري بالسياسي، السياسي بالوطني. فكان في عملية اجتزاء خطيرة ساهمت فيها الأحزاب العربية مع بعض التباين. يعني انا حتى الدين بخاف وفي مؤامره هون بشكل او باخر جاني في الموضوع بس يطلع من الباب. انا بشكل جد اذا عم بحكي بيطلع من الباب وكفى الله المؤمنين شر القطاع خلصنا انتهينا. خاف لما بيطلع من الباب شو بدي جوا في واحد بيرجع بالاخر في بوضع حضن امه بالاخير ما عرفت شو بحس يعني. السياسه تمام الدخلات المحلية يعني من إنسان كان في الحقل بالآخر نظرة اللي إجت من الحقل غير إني متخصص في الحقل المحلي في الأكاديمية، فصلت عن كل المحيط الوطني والمحيط السياسي والثقافة حتى الانتماء القومي ولا الانتماء العروبي تبعنا في 6 عام إطلاقا. حبة أكتوبر مشاركة هزيلة بين الأحزاب، حرب بين داحس والغبراء في البلاد، والشهداء وملفات الشهداء عم تتسكر وإحنا خارج السيرف وخارج كل المعادلات هاي. رح تركز بس بنقطتين تصرف اكبر حزبين سياسيين موجودين عندهم في المجتمع العربي، الحركه الاسلاميه الشرق الشمالي والجبهه الديمقراطيه اللي انا بتبينها. بدي اكون شوي نقدي شوي على الجبهه في محل هون، مش لاني بدي خلينا نقول امشي مع الركب، ولكن انا انسان بامن انه التيار النقدي والنقود راح يكسب في الاخر داخل الجبهه وخارج مؤسسات الجبهه. اول شيء بلش تصرف الحركه الاسلاميه مش بعدم خوفها، الحركه الاسلاميه خاضت للانتخابات وبعكس الاستاذ علي، الحركه الاسلاميه خوض الانتخابات عادة في البلاد اللي فيها بلاد إسلامية نيتو يعني زي أم الفحم، ففيش يعني حكي على طائفية وتسريع طائفية وفي تصارف طائفية، ولكن عدم خوض الحركة الإسلامية للانتخابات المحلية هاي المرة كان هو انسحاب انتهازي من المعركة الانتخابية، لأنها خافت تيارات الحركة الإسلامية تتقسم لنوعين، قيادة دوغماتية اللي هي الشيخ رائد صلاح والمنظرين زي الشيخ كمال خطيب، والقيادة المحلية اللي نبعت من السلطات المحلية القيادة البراغماتية اللي نظرة لكل علاقة مع مؤسسات الدولة، ونظرة للعلاقة مع الأحزاب الثانية، ونظرة للعلاقة مع الأغلبية اليهودية بالدولة بشكل ثاني زي الشيخ هاشم عبد الرحمن، وعشان هيك كان في محاولة القضاء على هذا التيار اللي عم بنبع في الحركة الإسلامية، هذا البركان اللي راح يغير خطاب الحركة الإسلامية العام، قضوا عليه يعني مع صبت الإصرار والترصد بعدم خوض الانتخابات، وما شفناش النتيجة لم تغير شيء،
الحركة الإسلامية هي متمكنة في الجهاز البلدي في أم الفحم على سبيل المثال، وكل الموظفين في الجهاز البلدي عملوا ليلاً ونهاراً من أجل بالآخر انتصار لأم الفحم بشكل أو بآخر. يعني هن تخبوا من وراء ولكن خيوطهم ظلت ماشية. فهذا تصرف انتهازي للحزب اللي له هالقد مد جماهيري، له هالقد وزن سياسي، لازم يحكي سياسي، انسحب وجمل المعركة على الشام يخسر الحمائل اللي عم يسوي الأحزاب، لأنه خسارة أم الفحم مثل خسارة الجبهة في الناصر، هي بداية تفكك الحركة الإسلامية وهي بداية برضه لبداء تيار نقدي على أداء الحركة الإسلامية في عدة قضايا، في قضايا الربيع العربي وفي قضايا محلية وفي قضايا الشيخ رائد اللي موجود صار له سنتين كان في بريطانيا، هاي القضايا النقدية اللي الناس بدها تحكيها ولكن خايفة، بعد في هالة مقدس حول الحركة الإسلامية، الانتخابات المحلية كانت ممكن تعريها وكانت مبلش اليوم المجتمع العربي بلش ينظر للحركة الإسلامية بشكل آخر، عشان هيك قررت تنسحب هاي مع خطة مدروسة مع صف الإصرار والترصد. وجهة انسحاب. بنيجي للجبهة، جايين للجبهة. بستناها دور كبير. هاي على مستوى الحركة الإسلامية. هاي على مستوى الحركة الإسلامية. على مستوى الجبهة في عدة محلات خاضت الانتخابات مع إعادة لترسيخ البنى الطائفي في المجتمع العربي في محلات مركزية، ولكن بعيد النظرة لسنة 76 ليوم الأرض للاجتماع اللي كان في 25/3 في شرف عامر، في شرف عامر كان الاجتماع وكان محاولة من قبل رؤساء في هذيك الفترة للالتفاف على قرار الإضراب اللي كان قائده توفيق زياد، وتم الاعتداء من قبل طارق عبد الحي على توفيق زياد شخصيا في هذيك الفترة، فإذا كان هناك محاولة لاجتناب دور لجنة الرؤساء في هذيك الفترة وعزلها عن نضالها الوطني ونضالها برضو المدني في هذيك الفترة، احنا جايين على برافير هاي النقطة بس، احنا جايين على برافير، جايين على مخطط اقتلاعي لعرب النقاب، لجنة الرؤساء لجنة المتابعة هي المنظمة الأول جماهيريا لهاي الجماهير رح تكون، ووجود رؤساء خريجي جيش، خريجي عائلات، خريجي حمائل، وابناء مخاتير اللي اليوم بيرجعوا بآمنوا انه احنا احق بالخلافة، احنا آل البيت واحنا احق بالخلافة، راح يودينا للهاوية، والجبهة في عدة محلات ائتلفت مع هاي الناس وعززت بشكل او باخر المحلات، ولكن انا نقدي الكبير بضلها الحركة الإسلامية مع الجبهة. شكرا. بين هو غياب كل أجندة سياسية عن الانتخابات المحلية، وإذا غابت الأجندة السياسية طبيعي تغيب الأحزاب السياسية. هذا هي النتيجه اللي كانت الاساسيه، واللي يتحمل المسؤوليه الاساسيه بهذا الموضوع هي الاحزاب السياسيه نفسها العربية وعلى راسها طبعا الحزب الاكبر اللي موجود في داخل السلطات المحليه، واللي هو زادت على فكره قوته من ناحيه عدديه من ناحيه الاعضاء زادت قوته، لكن انا اتفق مع الاستاذ شاكر انه هنالك في اهمال لكل موضوع عضويه اصلا السلطات المحليه. التراجع الكبير طبعا اللي حصل للجبهه مش هتحدث عنه هون، لكن هذا هو نتيجه برايي لغياب الاجنده السياسيه، غياب ما يميز هذه الاحزاب. بديش اتحدث حتى استاذ عبد المجيد عبد الحكيم، يعني غياب الاحزاب واللي سمتوه انه هي نزلت بلثام اخر اساء واضعف المعركه الانتخابيه، الى جانب ايضا التناقضات التناحريه اللي تحدثت عنها وهي برايي اضعفت، وفي حاجه نفكر كلياتنا مع بعض لوين احنا رايحين بهاي السفينه المشتركه للكل، والاساس الاحزاب المفروض الاحزاب الرئاسيه المفروض تطلع على القضيه كمان بشكل مشترك، لانه غياب الاحزاب هو يضعف كل الاحزاب مع بعض، ويضعف بعدين لوين رايحين على الكنيست، ويضعف نسبه التصويت بالكنيست ايضا، هذا الامر اللي احنا كمان عم نشوفه بشكل واضح. قضية الانتخاب المباشر للسلطة المحلية ايش اثره في الموضوع؟ اذا متذكرين كان انتخاب مباشر رئيس الحكومة، ليش الغوه؟ لانه شافوا انه في عمليا غياب للاحزاب، عم بتغيب الاحزاب ورا الانتخاب المباشر، غابت الاحزاب قاموا الانتخاب المباشر. السلطة المحلية نفس الشيء، بما انه احنا رايحين على انتخاب مباشر، اذا بطل اهمية للحزب. بس الشخص بتعمل كشر ترجع تركي القديمه مشان كل العيله، لا 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 في مشكله الاسلوب نفسه زاد الشخص زاد اهميه الشخص وقلل اهميه الحزب، اهميه الاحزاب واهميه المشروعات قلت وضعفت هون في العمليه هاي، وعم تخلق عمليا انها قضيه اخرى. اذا بتطلع فكره الاحزاب في الوسط اليهودي تقريبا عم تغيب، وين المعارك في تل ابيب، وين الاحزاب الليكود في تل ابيب تقريبا ما فيش له قوائم بهذا الشكل، يعني احنا نفس العمليه بتجري هنا، كميات كبيره جدا جدا شراء الذمم، وهذا الامر عم يصبح امر طبيعي، يستغل الفقر، يستغل كل شيء يستغل فيه، لكن في فقر في نفسيه الانسان، اذا الانسان انشرى مره واحده سيشترى دائما، وهي الشغله الخطر لمجتمعنا كلياتنا في حاجه نطلع عليها، احنا وين رايحين في الموضوع هذا.
انا برايي في حاجه من هاي الانتخابات مش لجلد الذات، في حاجه لدراسه نقديه، دراسه جديه على مستوى الاحزاب، على مستوى القوى الفاعله، وعلى مستوى كمان الاكاديميين كلياتنا مع بعض، لوين احنا شو الامكانيات اللي احنا عمليا ممكن نقدر نفيد فيها بهاي القضيه، نقدر دراسه او ما شابه. طبعا هذا الشيء شفناه احنا بشكل واضح وبشكل مخفي تحت بصار او تحت سيطره الاحزاب. انا عجبني اصطلاح الاخ عبد الهادي اللي كانت الاحزاب ملثمه في الانتخابات الاخيره، انا موافق، كل الاحزاب على الاطلاق كانت ملثمه، واعتبروا ان المعارك في السلطات المحليه هي اشياء محليه واهل مكه ادرى بشعابها، واحنا لنا دور مركزي، احنا لنا دور الكنيست، وخلي كل موقع يدير اموره، وفي ممثلين للاحزاب هاي موجودين، ومش شرط وليس بالضروره هؤلاء الممثلين يمثلوا الراي العام الصحيح الذي يجب ان يكون في داخل كل سلطه محليه وفي كل بلد. يعني استعمال برايمرز او انتخابات تمهيديه في داخل العائلات هي ظاهره غريبه جدا في موجوده لليوم. يعني موجوده في كثير مواقع، مش بس موقع واحد. قضيه اخرى بدي اشير الى اللي حكوا عنها هنا، قضيه شراء الذمم والاموال. الحديث ايضا يدور عن دخول اموال طائله لاحزاب سياسيه موجوده فاعله ومن اجل الوصول الى كراسي الرئاسه في السلطات المحليه. بس يعني هذا الشيء بده بحث جدي، وصل فينا الامر انه نشتري اصوات. انا سمعت عن بلد ارقام، بس انا ما عن جد بعرف ايش، سمعت عن ارقام وصل الصوت 3000 و 4000 شيك لبلاد معين. طيب الساعة الأخيرة قبل الفرق. هذا شيء أنا مضحك مبكي، يعني إنه من هاي الأموال الهائلة؟ مين بتبع هاي القصة؟ الأحزاب. الأحزاب اللي كانت ورا هذا الموضوع. اللي دفع ولا اللي أخذ ولا يا أخي جمع حزبين. في حزبين وانتهى بيجيبوا صار من برا بكاش بالانتخابات. في حزبين بكين كلها. المواطن العادي البسيط اللي مش بيفرق عنده لو جابوا له 4000 شيكل على البيت عنده 4-5 ايام بقول لك يا عمي شو بتتجوز امي وعمي مش كثير وصلت فعلا بنخلي الكثير بتضيع والبلد والاخلاص تضيع حل وسط حل وسط حل وسط لما التغيير الثاني اللي بطرحها اخوان العلاقات الاجتماعيه اللي موجوده في المجتمع هيك وبالعكس يعني وبعدين تطرق لقضيه الخدمات هي ترددت في هاي الانتخابات الأخيرة إنه قضية الخدمات يعني قضية الخدمات تغيبت في الخطاب، يعني في سؤال إنه إحنا كيف بنقيم عمل رئيس بلدية؟ يعني هل هو إذا جاب مشاريع على البلد ولا كذا؟ تقريبا هي مغيبة، على إيش يحسب؟ مفتوح بيته ولا مش شو يعني شو هي البلديات؟ مضافة الحجم لازم ولا هي تحاسب على قديش انه جاب مخطط للبلد جاب مشاريع هاي كانت معدومه انا بفكر على انه يعني تكمله لكثير من اللي قالوها انه اليوم في عندنا ازمه والازمه هي الازمه الحقيقيه ايش بصير في الانتخابات الدوليه في اخر انتخابات كان في 2009 و 2013 كلنا بنعرف على انه 60% من الجمهور العربي لم يصوت ولكن باخر اخر اربع ساعات تلفزيون شو اسمه راديو الشمس لما في 2009 كانت في حبه وطنيه يا جماعه خلينا ننقذ الحضور الاحزاب احنا عمليا الثلاث احزاب تامرت على جمهورها وعمليا الثلاث احزاب فقدت شرعيه وجودها في الكنيسة انه هي تمثلني لانه انا انتدبت انه ترشحني لما هي موجوده بدون اي هاي العلاقه يعني هي يعني مش لازم تقوم يعني هي مش مفروض انه تسمعني عمليا هاي هي الازمه الحقيقيه وهذا بفسر تصرفها ايش بتقول انت الغبراء يعني هذا تصرفها لانه هي مش يعني منقطعه تماما عن الناخبين هي موجوده هناك لانه قررت الثلاث احزاب ثلاثه مؤامره ضدنا كلياتنا على انه هن بيسووا ايش بدهم واحنا هون عمليا احنا اللي خسرنا على حتى المستوى القطري وكمان على المستوى الخارجي
بالضبط بينتنا على حقيقتنا، عكس انتخابات، خليني استعمل كلمات اكاديميه، عكس شو في المجتمع فعلا. انا شاركت بعده مبادرات في بلاد عربيه اللي فيها كنت موضوعيه، حاولت اشوف مين المرشح الافضل اللي يستحق انه يكون من خلال الاسئله وتجاوبهم. بالنتيجه غير مرضي كروم، بالنتيجه اللي بيشوفه الرئاسي بهاي البلاد ولا بلد اللي انا فكرت انه هو منيح، يعني انا كحدا من برا فكرت انه هو لازم ياخذ، ولا بلد تبعي الدكتور. الدكتور بيضحك لانه كان معنا في هاي المقابله. يعني بفكر كل اللي اجوا يشاركوا مع عدم مرضي كروم كمان مره اجوا مقررين انه هم جايين مع جماعه هذا المرشح، اجوا مقررين من بدهم. مش بديش ألوم، بديش ألوم الناس، يعني المجتمع كمجتمع احنا علينا دور كبير، احنا موجودين هون غير انه بنحكي وبنحلل، في دور علينا كأحزاب كقطاع ثالث وكإعلاميين كمان. شو عملنا خلال 5 سنين غير انه لسه عم نناقش النتائج؟ خلال 5 سنين من الدورة السابقة لسه ما غيرش كثير. احنا شو عملنا غير قبل الانتخابات؟ عملنا كم منادرة قبل الانتخابات؟ ايش عملنا عن أهمية السلطة المحلية؟ من المفروض الأهل اللي قاعدة بالبيت مشتغلش تعرف شو السلطة المحلية دورها؟ منين المفروض أكيد مرشح اللي بيجي لعندها بده يعيدها بأكان في شو بده تصور بناء عليه. بفكر دورنا مسؤوليتنا على مدار 5 سنين، وهون بتأمل إنه اللقاء ما يجيش هون وبوافق إنه لازم يكون في عمل تراكمي. مسؤوليتنا الثانية، يعني مستغرب الكل عم بيحكي أهمية الأحزاب وإنه الأحزاب تاخذ دورها في انتخابات السلطات المحلية. بدي أعطي مثال الناصري. أنا عادة كنت كثير فخورة بانتخابات الناصري، وأنا بعتبرها انتخابات سياسية، كانت انتخابات سياسية. لما وقعت الجبهة بالناصري انطبق عليها مثلا لما الجمل بيوقع كثير سكاكينه، ما شفتش ولا قلم موضوعي كتب، ما شفتش ولا قلم موضوعي كتب بموضوعية، ولا حدا حكى بموضوعية عن موضوع أصوات الجنود. كلياتنا لو انه فحصنا شوي أعمى كنا بنعرف انه الموضوع مش أصوات الجنود ومش انه الجبهة عملاء وخاينين، ما حدا فينا فحص. حتى بالعرض لما انعرض الخط بين حسين والجبهة انتدرت أصوات الحيالين بالعرض تاع سليم، ولا حدا فينا فحص للعمق الموضوع. ولما بنحكي عن أهمية دور الأحزاب، احنا لازم ندافع عن هاي الأحزاب إذا بدنا إياها تكون موجودة بشارعنا. إذا بتكون مش خطأ، أنا متفاجئ لسه، ليش متفاجئ؟ متفاجئ يعني كأنه احنا لسه نزلنا، ويعني وكان ايش متوقع. احنا ماشيين بهذا الامر من زمان، واحنا من حضيض الى حضيض، فتفاجئ لا شعر متفاجئ. صحيح انه قبل كذا شفت الاحزاب بانتكاسه، الاحزاب اللي عندنا كلياتها تحولت احزاب انتخابيه، طلعت الشارع تظهر ساعه الانتخابات، في يوم الانتخابات بسخن انتخابي، بناشطين بيظهروا بالانتخابات بشكل عام على الفيسبوك بشكل عام. فبالتالي وتحالفات آنية مرات كثير من أجل الوصول إلى الحكم، من أجل جمع الأصوات. فبالتالي ترك الشارع المحلي. فأنا بطلع إذا بدي أشوف الانعكاس الموجود والانعكاس بعدة محاور. بطلع انه غياب الاجنده العامه، تراجع الايديولوجي بشكل كبير. يعني انا ما شعرتش بالانتخابات المحليه هاي ولا اي رئيس مرشح على محل حكى على برافو. في الحديث يعني كان في ايديولوجيا؟ لا كان في خطاب، كان في خطاب، نعم كان في خطاب ايديولوجي، كان في خطاب ايديولوجي في الكنيسه، كان في يا اخي ادبيات الاحزاب اقراها، في كان خطاب عايش بحكي كل حزب. هو انا ما كانش حتى خطاب، بس ممكن نتناقش قديش هذا بس ديكلاراتيف وقديش اوبراتيف شيء ثاني هذا، بس على الاقل ما كانش هون حتى خطاب، ما كانش خطاب. في كان كثير قضايا جماهيريه حارقه، اوكي مثلا كان في تفاعلات ايام الغضب تاعت شهر 8، ما شفناش ولا حتى اي مرشح حط كلمه على الموضوع هذا بكثير محل. يعني انا هاي مشكله، يعني انا قرات بعض التقييمات لنتائج الانتخابات ظهرت كانه فعلا احنا موجودين بمكان اخر. لذلك اهم شيء جملة اخيره للذهاب الى الامام هو ان نعترف بالواقع الذي نعيش فيه. احنا مشكله، احنا فيرتوال، بينت انتخابات انه في ناس فيرتوال بالواقع نفسه. ها يعني شفتوا كيف انا طبعا بشكركم على النقاش. من اهل كابول واهل طمرة في فورم مشترك يمكن بيقولوا ضد موقف الرؤساء، لا احنا بنتوحد لانه مصلحه الناس تتوحد مش تبعد عن بعض في مجلس له تقاسي وظيفي مثلا، انا بحكي على سبيل المثال. فلذلك هنالك اهميه، ولا بدي اقوله انه اهميه هذا النقاش تجري لنا مش ضمن سيروره، مش احنا لحالنا بنناقش، في نقاش بالاعلام، في نقاش بوسائل جديده اللي بتجري، في نقاش بيجري بمحلات مختلفه، نحن نناقش جزء من سيروره عامه. لا احنا رايحين ننطق اجابات كلها، وبتامل انه كان عندنا مؤتمر قبل كم يوم واحد قال اعم كتبت اكمل اهم كتاب، قلت له
بعرفش اذا حدا كان قلت له على علم اهم كتاب بعد ما كتبش. فلذلك هاي مساله من سيروره ولن نصل الى اجابات شافيه لكل المشاكل لانه احنا مجتمع يتطور دائم في هنالك تحديات. والواقع انه الواقع مركب على الواقع. المجتمع بتطور بس تلبوا الإجابة إيش تاني؟ طيب وواقع هو مركب طبعا. والانتخابات اللي قال عنه عبد الحكيم قالوا الآخرين في واقع مركب في ظاهرة مجد كروم يمكن في ظواهر شكل مجد كروم. طمرة أنا شفت المرشحين كانوا ممتازين على المستوى الفردي لما يجي يتصرفوا بشكل جمع أصوات صار الحديث كله تفوت على طمرة العيلة الفلانية العيلة الفلانية بطل محل. ولكن في حالات اخرى من الحالات اللي لازم احنا ننتبه لها من حيث الواقع اللي بيجري والتشخيص. والتشخيص هو مركب مش يعني في والله في اتجاه واحد لا في اتجاهات مختلفه. طبعا في بالنقاش كان في بعض القضايا اهم شيء اللي انا بعض الجود جاكي خوري حكى عنه او من اهم الاشياء هو الجديه. كيف احنا بنتعامل مع نفسنا بجديه ولا بنتعاملش مع نفسنا بجديه؟ لما شباب بفصوطه تعاملوا مع نفسهم بجديه احدثوا عمليه تغيير نوعي. ولما الاحزاب السياسيه بتسكت عن الانتهاك الفاضح للقيم اللي بتضعها الاحزاب السياسيه كيف بتتعامل مع هذول الناس جديين؟ كيف ممكن اقبل انه هذا الشيء جدي وكيف ممكن انه اقبل انه والله حزب سياسي في ممارسات واحد حكى عن شراء اصوات عن شراء مرشح طب هو المرشح هذا الثاني بيقول انا من الجبهه كيف هذا الجبهه الخطريه بتتدخلش فيه لما انت حسبه بالتصويت الانتخابات 2009 8 قالت هذا من الجبهه كيف هذا الشيء بصير بالجبهه الخطريه بتقول انا ما دخلنيش هذا شيء شان محلي كيف هذا الشيء بصير في مجتمع انا بعتقد فيه علاقه وثيقه لما كانت في احزاب سياسيه جديه الحركه الاسلاميه والجبهه الديمقراطيه قالت احزاب سلطات محليه كان الوضع افضل بكثير من حيث الاداره لما كانت الناصري ويافت الناصري وكفر برا وكفر قاسم الاحزاب السياسيه اعطت عينيا ووطنيا وامبيريك نتائج افضل. طب لذلك في يعني لازم نحن مقارنه احنا مش يعني لا والله ما صار شيء كل شيء كله كان عائلي لا لما كانت احزاب سياسيه واشخاص بينتموا لاحزاب سياسيه كانت اداره افضل وهذا مثبت علميا مش بدي انا اكتشف الدنيا. ولذلك تراجع الاحزاب هو كارثي تراجع الاحزاب عن دورها واللي بقول ما فيش علاقه بين الوطني والمحلي ينظر الى الناصري في علاقة وثيقة وقوية ولو بالناصري والناصري بكفي من أجل تحدث زلزال في الجبهة. وإذا لم تحدث على فكرة أنا برأيي بشرح بالزلزال هي كارثة بالجبهة هي كارثة بالتجمع هي كارثة بالحركة الإسلامية. لازم هاي الأحزاب مش نخفف عنها الضغط بغير لازم تاي الأحزاب تفهم إنها مسؤولة عن مستقبل شعبنا وهي تخون مصلحة هذا الشعب بعكس ما هو متوقع منها. وهذا الاشي لازم نحط على الطاولة حتى الأحزاب تفهم ومش إنه إحنا أنا بعرف كلكم بتعرفوا إنه أنا بحكي عن هيك بالإعلام إنه الأحزاب بتزور التصويت العربي وهي بتمثلنا مش بتمثلناش غالبيتها كانت تسقط بالانتخابات القطرية مش بالانتخابات المحلية. لكن اللي بيصير هو السقوط عن هذا الشيء هو كمان جزء من دورنا احنا اللي قاعدين. انا اللي بدي اقول انه نهايه المقوله انه نهايه الاحزاب مش نهايه الاحزاب يعني في ناس طبعا كبار تحدثوا عن نهايه التاريخ ومش نهايه التاريخ. انا بعتقد انه الاحزاب سوف تجد الطريقه لترجع الى العمليه الى الحلبه السياسيه. وانتم تشوفوا راديو الشمس وجاكي خوري بيقابل بيتحدث عن دور الوطني وقديش هذا مهم قديش انه بيحكوا تغيير. طبعا تعرفوا كلكم يعني مش تغيير في ال 20 سنه الاخيره لكن هذا الخطاب اللي بده يصير للاسف بيرجع كمان مره بيكرر نفس الشيء. انا بعتقد نحن امام اول سؤال اول شيء اذا تستمر هاي المجموعه في حاجه للاستمرار في حاجه للنقاش. انا شخصيا مستعد اخذ على نفسي اسالكم مره مرتين بالسنه اذا بتحبوا انه احنا ننتقل نناقش قضايا مش الحكم المحلي في قضايا كثيره. طبعا المهمه للتعامل مع مجتمع مركب بتطور وبتدور لقدام هي مهمة صعبة يعني ممكن تكون وسائل سياسية ممكن تكون وسائل ثقافية ممكن وسائل اجتماعية ممكن وسائل تخطيط ممكن كله ما يشتغلش هذا ممكن وسائل تقنية. يعني أنا بفكر إنه إجا الوقت إنه أعضاء الكنيسة العرب يدعوا ويعملوا تغيير قانون الحكم المحلي. بصيرش الحكم المحلي في فرجونا أحمد وسليم قضية تقسيم 10 أعضاء في 10 كراسي في محل رافع نسبة الحسن. أحمد وسليم هذا مش اسم مطعم؟ على فكرة